السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه القر الميامين. اسمحوا لي قليلا بهذا الحديث في القانون والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المذنبين. صراحة يعتني علم السياسة الجنائية بسياسة التجريم، وكذلك بسياسة العقاب. وللتوضيح، يلقى أو يلاقي العقاب اهتمام خاص، وللتوضيح كذلك إن السياسة العقابية أصبح لها علم مستقل اسمه علم العقاب، وذهب البعض إلى استبداله من علم العقاب إلى علم السجون. وبعد تطور الأمم وتطور الدراسات والعلم استبدل من اسم علم السجون إلى علم معاملة المذنبين. وعلى أثر ذلك اعتنت المواثيق الدولية بالسياسة العقابية الهادفة إلى الإصلاح السجون ورعاية السجناء، ولم تنتبه أبدا عن المعسرين والمعسرات والقارمين والقارمات والمتعثرين ماليا والمتعثرات، لأن هؤلاء ليسوا حقيقة مجرمين، ولم تسجل عليهم أي قضايا جنائية أو جزائية، بل الظروف والحاجة وضيق ذات اليد اللي جعلتهم يواجهون هذا الموقف، وقفلة الأمم عن الحاجة والضيق ذات اليد هي التي جعلتهم يواجهون هذا الموقف، فعلا هي جعلتهم يواجهون هذا الموقف. ولم تنظر أبدا إلى أسرهم وأبنائهم وكربتهم، ولم تنظر إلى أن وراء كل سجين من هؤلاء قصة تدمي القلب، قصة إنسانية، ولا حتى عن البيان، حتى البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام الذي صدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1981، وبعد كذلك تعديلاته، واللي صادق عليه وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في القاهرة عام 1990، وبالخصوص في شهر 8، وبالتحديد في تاريخ 5. لذلك نعلم أن هناك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من عن الأمم المتحدة كذلك عام 1984، وكذلك هناك مجموعة القواعد للحد الأدنى لمعاملة السجناء والتي عقدت عام 1955، وكذلك هناك وصادق عليها كذلك المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة عام 1957،
وهناك كذلك اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري المعتمدة من الأمم المتحدة عام 1965، وكذلك هناك العهد الخاص، العهد الخاص بحقوق المدنيين والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1966، واتفاقيات الأمم المتحدة المناهضة كذلك عن التعذيب وغيرها من الضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1904 كذلك و80. إذن كان كل هذا موجود، لماذا ضيعنا سنين من أعمار هؤلاء ونشتت أسرهم ونرميهم خلف القضبان كل هذه السنين من حياتهم، من حياة الإنسان، بسبب ديون مالية وليست جنائية وليست جزائية، بل هي مدنية أو تجارية. ونظرا لأن قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء اعتنت بشكل مفصل بالحقوق الإنسانية للسجناء، واعتبرت إصلاح السجون ورعاية السجناء هما جوهر ما ترتكز عليه السياسة العقابية في علم العقاب. طيب أين أنتم عن نظرية حقوق الإنسان، عن نظرية الحد الأدنى للمعسرين والمعسرات والمتعثرين والمتعثرات والقارمين والقارمات؟ هؤلاء جزء من المجتمع، هؤلاء ليسوا مجرمين، هؤلاء ليسوا مجرمين، وهذا هو جوهر ما يلزم التركيز عليه، إنهم غير مجرمين ولم تسجل عليهم قضايا جنائية أو جزائية، وعليه ينظر في هذا الأمر ليفرح هؤلاء بلقاء أسرهم وأبنائهم وتنفرج كربتهم، فلا أصعب ولا أثقل من الدين، فكيف إذا كان الشخص مسجون؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستشار الدكتور محمد سالم حميد علي السويدي، رئيس الوحدة القضائية الخاصة بالتحكيم وتسوية المنازعات العاملة تحت مظلة المحكمة الدولية لتسوية المنازعات بلندن، والمكملة لنظيرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي، ورئيس الوحدة القضائية الخاصة ورئيس كذلك الهيئة العدلية الدولية للتحكيم ولتسوية المطالبات، ورئيس أكاديمية البحوث والدراسات القانونية لمنح الشهادات المهنية والفنية والعاملة تحت مظلة الأمم المتحدة.